سنة وانتم طيبين. الصوم الكبير احد الاصوام الجميلة اللي في كنيستنا اللي بنستنيها من سنة لسنة، وبنسميه كمان شكل من اشكال الربيع. زي ما بيجي الربيع كده ويخلي الزهور تنور ويخلي الخضرة تطلع والجو يبقى حرارته حلوة، الصوم الكبير بيجي وبنستناه من سنة لسنة وبنعتبره موسم روحي حلو خالص. بس عايز أقولك الأول إن إحنا في الكنيسة عندنا، لأنها كنيسة منظمة، في عندنا أربع أصوام صغيرة وأربع أصوام كبيرة. صغيرة يعني أقل من 3 أيام. لو جينا نفكر كده، قول لي كده صوم يوم واحد، ها؟ صوم يونان 3 أيام، حلو. في إيه كمان صوم واحد يوم واحد؟ ها؟ يوم الأربع كل أسبوع. وإيه كمان يوم؟ ويوم الجمعة، أدي 3. وصوم إيه؟ صوم البرامون، برافو. أدي 4 صغيرين، في 4 كبار، 4 أصوام كبيرة. ها؟ أول صوم؟ ها؟ 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 عيد الميلاد بيبقى كام يوم؟ 43 يوم، 43 يوم. والصوم الكبير بيبقى كام؟ ها؟ 55 يوم. وبعدين في صوم ايه كمان؟ ها؟ صوم الاباء الرسل، ده بيبقى ما بين 15 يوم لغايه ما يوصل الى حوالي 49 يوم. بيتغير من سنه لسنه. واخر صوم؟ ها؟ صوم السبت العذراء اللي بيبقى 15 يوم في شهر اغسطس. يبقى عندنا 4 اصوام صغيره و4 اصوام كبيره. اجمل الاصوام ده هي اجملها في الحياة الروحية هو الصوم الكبير، صوم حلو خالص. والصوم الكبير بيبقى له كده ألحان حلوة، وبيبقى له طقس جميل، وبيبقى فيه القداسات المتأخرة، مش كده؟ وبيبقى فيه نغمات حلوة كده هادية جميلة. والصوم بيبقى محطات أو أحاد زي ما هحكي لكم شوية. بس قبل ما أحكي عايزك تقول ويايا والمديحة اللي بتتكرر كل أيام الصوم، اللي بتقول إيه أولها؟ ها؟ طوبى للرحمة. تعرف تقولوها وياي؟ يلا. واي سناف شم. طوبى للرحمة على المساكين، فن الرحمة تحل عليهم، والمسيح برافو برافو برافو. طول الصوم نقول المديحة الجميلة دهيت، بنسميها مديحة الصوم الكبير وسط مدايح كتيرة خالص. طب ايه حكاية الصوم الكبير؟ الصوم الكبير حكايته صغيرة خالص، ان السيد المسيح صام 40 يوم في البرية. وكلمة 40 يوم دي كلمة حلوة، رقم 40 ده بيتكرر كتير قوي في الانجيل. والكنيسة علشان الـ40 يوم دول غاليين قوي، عملت قبل الـ40 يوم أسبوع نسميه أسبوع الاستعداد. صح، بنبتدي نصوم فيه، لكن نبتدي بقى الحركة بتاعت الصوم. وخلت في آخره كمان أسبوع نسميه أسبوع الآلام. فلما بنحطهم على بعض كده يبقى 55 يوم. ودايما نصلي ونقول في المدايح يا دوبك 55 يوم. وبعدين واحد فينا كده يقول إيه ده يا دوبك؟ يا دوبك يعني ايه؟ ها؟ قليلين؟ ها؟ يعني ايه يا دوبك؟ قليلين؟ ها؟ يعني ايه؟ حاجة قليل، يعني يا دوبك 55 يوم عشان الواحد ياخد فايدة الصوم. طب لو بقوا 50 يعني مش هتاخد الفايدة قوي. طب لو بقوا 40 مش هينفع خالص. طب لو بقوا 30 لا ده انت طلعت بره. مش كده برضه؟ أو واحد يقعد يفاصل بقى في الصوم. فأبائنا علمونا إن يا دوبك 55 يوم، 55 يوم بالظبط الواحد ياخد الفايدة بتاعة الصوم. خلاص؟ بس الصوم الجميل بتاعنا بقى هو رحلة، رحلة جميلة خالص. والكنيسة بتعمل حاجات جميلة أوي في الرحلة دهية. بتعمل مثلا، بتعمل قداسات نلاقيها متأخرة شوية،
نعملها كده من واحدة لثلاثة كل يوم، والقداسات ده هي الواحد يروحها وهو صايم طول اليوم، وياخد بركة القداس ويتناول، وبعد كده ياكل أكل نباتي. دي حاجة في الرحلة. مثلا في الرحلة ده هي في قراءات من النبوات، نقرأ نبوات من العهد القديم، نقرأها يوم الاثنين والثلاث والأربع والخميس والجمعة. وساعة ما بنقرأ النبوات الكنيسة تعمل حاجة غريبة قوي، يروح أبونا جاي وقافل الستر والشماس، أو أبونا يقرأ القراءات بره، قراءات النبوات من العهد القديم. وبعدين نعمل حاجة كمان تانية، الشمعة المنورة نطفيها ونقعد نسمع النبوات من العهد القديم اللي بتتكلم عن المسيح وعن مجيئه وعن الخلاص والفداء اللي هيقدمه لنا على الصليب. كمان في حاجة حلوة في الصوم، في حاجة في الصوم اسمها المطانيات. يعني ايه مطانيات؟ سجود. سجود لغاية الأرض، أقف كده وارشم نفسي بالصليب وأسجد لغاية الأرض، إيدي دهيت على الأرض وعمل كده لغاية ما جبهتي توصل لغاية الأرض، وأنا بقول إيه؟ يا ربي يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي. ها؟ يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي. يعني أقف كده أهوت وأروح رشم الصليب، يا ربي يسوع المسيح، وأروح ساجد لغاية ما أوصل لغاية الأرض وجبهتي دهيت توصل لغاية الأرض، أقول له يا رب أصل الخطية دي أي خطية جابتني لغاية الأرض تحت، ارحمني أنا الخاطي، وبعدين أقف. فكأن المطانية عبارة عن موت، بنزل لغاية الأرض، مش كده؟ الخطية جابت الإنسان لغاية الأرض، بعد كده التوبة تقومه تاني ويقف. حلو؟ دي اسمها المطانيات أو السجدات، سجدات التوبة. كمان في الصوم بنصوم الصوم الانقطاعي. الانقطاعي بيبتدي من امتى؟ ها؟ ها؟ من الساعة 12، يعني من الليلة اللي نبتدي اليوم صايمين. مش كده؟ بس عايز اقول لك حاجة، اوعى تفتكر ان الصوم عن الاكل بس، ده في كمان الصوم عن ال ها؟ الكلام الكتير، كلام ملوش لازمة، مش كده؟ وهنا السمع الكتير اللي ملوش لازمة، وهنا المشاهدة الكتير اللي ملهاش لازمة، مش كده؟ يعني في الصوم ده يستحسن ان احنا نقلل التلفزيون خالص، ونقلل الموبايل خالص، ونقلل الكلام خالص، انا عشان صايم. كل الحاجات دي احولها تكون مع المسيح، افكر في المسيح، اسمع كلام المسيح اللي هو في الالحان وفي المدايح وفي الترانيم، واقرا كلام المسيح اللي في الانجيل. الواحد ياخد الوقت كله يخصصه عشان يبقى انسان مع المسيح. يقولوا آية حلوة قوي يا ولاد ويا بنات، يقولوا كده آية من العهد القديم، قدسوا صوما نادوا باعتكاف. قولوا وياي، قدسوا صوما نادوا باعتكاف. نقولها تاني، قدسوا صوما نادوا باعتكاف. قدسوا صوما يعني خلي أيام الصوم دي أيام مقدسة، ما تعملش فيها حاجة وحشة خالص، كويس؟ وكمان هيساعدك في الأيام المقدسة دي ان يكون عندك اعتكاف. يعني ايه اعتكاف؟ كلمة صعبة، مش كده؟ صعبة؟ اعتكاف يعني الواحد يقعد بينه وبين ربنا بس، يعتكف يعني زي الاختلاء، زي يقعد هو وربنا وبس، ما يبقاش مشغول بالناس، ما يبقاش مشغول بالحكايات، هو مشغول بواحد بس، هو المسيح. واخدين بالكم؟ فالاعتكاف يعني زي اخش اوضتي كده واقفل عليا نفسي واقعد نص ساعة، اقعد ساعة، او اروح الكنيسة في وقت هادي واقعد فيها وهي فاضية خالص، ما تشغلش بحاجة غير المسيح. طب اعمل ايه في النص ساعة دي؟ ممكن اصلي، ممكن اقرا الانجيل، ممكن اقعد ساكت كده، ممكن اقف واصلي صلاة صامتة، يعني اقف قدام ربنا كده وارشم الصليب واسكت، وقلبي من جوه عمال يشتغل زي المزمور اللي بيقول من الأعماق صرخت. برافو عليكم، من الأعماق صرخت، الصرخة دي جوه من قلبي خالص محدش سامعها،
هو ده الصوم الجميل اللي بنحتفل بيه، صوم 55 يوم، سميناه الربيع الروحي وسميناه الموسم الروحي وسميناه فترة التوبة الجميلة. والكنيسة الحلوة كنيستنا خلت الصوم يبقى أسابيع. أسابيع، لا بلاش أسابيع، يبقى أحاد، لا بلاش أحاد، يبقى محطات. إيه رأيكم في حكاية محطات دي؟ محطات، محطة لمحطة لمحطة. وأنا لو وقفت وياكم كده وأنتوا قاعدين، والمحطات ده هيت مجمعينها بصورة جميلة خالص تتناسب مع إشارات المرور. إشارة المرور فيها اللون الأصفر يعني استعد، وفيها اللون الأحمر يعني ستوب وقف، وفيها اللون الأخضر جو امشي، الأصفر استعد والأحمر بالعربي قف قف، والأخضر انطلق أو امشي. خلاص الصيام برضو كده، بصوا يا على العلامات، في أصفر وفي أحمر وفي أخضر. خد بالك بقى، أنا قلت لكم إن هم 8 محطات، فاكرينهم؟ قول كده، 1 أحد الجنوب، أحد التجربة، أحد الابن الضال، أحد السامرية، أحد المخلة، أحد الجناصير، أحد الشعانين، أحد الكياب. برافو برافو برافو، بنقسمهم 2 حدين وبعدين 4 وبعدين 2، تقسيمة حلوة وسهلة خالص مش كده؟ تعال نبتدي في أول 2 اللي هم اللون الأصفر. اللون الأصفر يعني الاستعداد، استعد أو انتظر. الحدين دول اللي هم حد إيه وإيه؟ حد الكنوز وحد التجربة. حد الكنوز وحد التجربة، وهنشرح فيهم بعد شوية استعد وانتظر إيه. طيب جينا في اللون الأحمر، اللون الأحمر اللي بالعربي إيه؟ قف. وبالإنجليزي ستوب. ولويا بعض ها؟ أحد السامرية، أحد المخلة، أحد التناصير. كم واحد؟ 4. فات كم؟ 2. وباقي كم؟ 2. آخر 2 لونهم إيه؟ أخضر. اللون بقى بتاعهم اللي هو هيبقى إيه؟ والعلامة بتاعتهم إيه؟ جو. جو، انطلق أو امشي. خلاص؟ الأحد دي كلها بنسميها رحلة الصوم، وبنقولها بعلامة المرور عشان تفكرنا باستمرار بالرحلة الجميلة اللي الكنيسة علمتنا فيها. بس عايز أقول لك حاجة، كل محطة تبتدي 2، 3، 4، 5، جمعة، السبت، الحد. فالحد نسميه نقول أحد الكنوز، يبقى بتاع الأسبوع ده كله. يبقى الأسبوع في الصيام بيبتدي يوم إيه؟ الحد. الاثنين، ها 2، قول ورايا 2، 3، 4، 5، جمعة، السبت، أحد. يبقى بداية كل أسبوع تبتدي يوم إيه؟ الاثنين. وآخره إيه؟ الأحد. والحد هو اللي بنسميه، والتسمية دي تمشي على كل الأسبوع من أوله. متفقين؟ يبقى كل يوم حد هو المحطة، عشان كده عيد القيامة بيجي يوم إيه؟ الأحد. وحد الزعف بيجي يوم إيه؟ الأحد. طب وحد التناصير بيجي يوم إيه؟ الأحد. طب وحد المرأة السامرية بيجي يوم إيه؟ الأحد. طب وحد التجربة بيجي يوم ايه؟ طب والصيام بيبتدي يوم؟ 2. طب ممكن الصيام يبتدي يوم غير 2؟ لا. طب اسأل سؤال للشطار، شطار خالص، وصوم يونان بيبتدي يوم ايه؟ 2. مش كده؟ يوم 2؟ مش كده برضه؟ صوم يونان يبتدي يوم ايه؟ 2. طب فاضل صوم بيبتدي يوم 2 برضه. صوم الرسل؟ ايوه صوم الرسل. 3 صيامات لازم تبتدي يوم 2. نمرة 1. نمرة 2. صوم يونان. نمرة 3. صوم الرسل. ايه رأيكم نبتدي رحلة الفرح؟ موافقين؟ الموافق يرفع ايده. موافقين رحلة الفرح؟ موافقين. الليلة نروح المحطة الأولى؟ يلا إلى المحطة الأولى.